السلام عليكم، تحية نضالية من مدينة فاس في نقطة نقيط السير الأجرة الصغيرة. كنشوف بأنه كان واحد الوقفة ديال مجموعة ديال النقابيين حول المعارضة ديال البونتاج، وكان بعض السائقين المهنيين اللي كيرفضوا هاد المعارضة هذه. ومعنا الأخ عبد الحق المرتب. نعم سي عبد الحق، كنشوفك بانه رغم انه كتعرضتي للناس انهم طلبوك باش تساندهم في هذه المعارضه هذه، وشفتي كانك بغيتي تخرجنا باش تصرح حول هذه المعارضه. تحيه للاخوه المكابرين، وتحيه للمعنيين، وتحيه للناس اللي مقاطعين واللي ما مقاطعينش. نعم، غير بخصوص هذه القضيه ديال المقاطعه ديال مركز التنقيب، لان ما تعطيناش حنا شي، ما عندهاش شي هدف بالنسبه لنا. المره اللي فاتت كنا درناها في قطعنا تنقيد، لان ديك الساعه كان عندنا امور كنا كنطالبوا الامن باش طبق لنا، يعني يفصل ما بيننا وما بين الصف الاول والصف الثاني، لان الصف الاول كان غزا المدينه. دابا حاليا باش نقطعوا حنا التنقيد من اجل ياش؟ اجل السعيره حنا كنطالبوا والي الجهه انهم باش يحلنا المشكل هذا، والي الجهه اللي خرج لنا القرار العامل ديال 2019 اللي فيه ثلاثه البنود باينين واضحين ان العقوبات تدير العداد ورخص الثقه كيطلقوا منه. ظل الازمه ديال كورونا كانوا كيسحبوا البيرمي للسائقين بشهر. ديك الازمه هذه قلت كان وقتها انه يجوعوا السائق المهني. دابا حاليا كيقول ماشي وقتها انا نعدل العداد. علاش؟ هذا هو وقت عدل العداد. عندي ثلاثه النقط هذه دازت عليهم دابا ثلاث سنين، هذه طبق لي النقط اللي عطيتيني، واحد اثنين ثلاثه يطبقوا، وحده طبقتها عليا انا سحبتيني درتي لي العقوبه، والثاني ما عطيتيهاش، عطيني حقي. انا كنطالب بحقي، ما كنطالبش علاش نجي مركز التنقيب. اللي علينا حنا كسائقين مهنيين نشدوا الرخص ديالنا كاملين وندوا لسيدي الوالي يحطوا لنا، ما يسحبناش الشهر نعطيو الرخص كاملين او يعطينا العداد ديالنا، لان حنا دابا كنكملوا نجيبوا، ما كاينش شي سائق مهني كيكمل في نجيبوا. ها هي فضل العواش اللي حنا مقبلين عليها، كتكون المدينه مزدهره وكتكون الحركه دابا يمكن لا حركه لا والو. مواطن كل شيء يضرب نضرب لجيبو، حنا كمهنيين كنكملوا رزقنا من جيبنا، ولا غير بالله اش غادي نديروا. شكرا على هذا التصريح هذا. وشفنا كانك من بعد ما قبتي بواحد التهيج وجبتي البيرمي ديالك وقلتي بانه انا كنقدمه للسيد الوالي، زعما انك واش هذا من ناحيه التصريح اللي قدمتي به، او انك غير كتبها امام الكاميرا؟ لا اخي شوف، حنا ما كنزيدوش الرباضيات. نعم، حنا كمهنيين راه معروفين في الساحه، راه معروفين في الطريق فاش كناضلوا، ومعروفين يعني بدنا في الزنقه وما خلينا ما درنا. هادشي اللي كنهضروا عليه رانا كنهضروا من قلبنا، لان الحركه ديال حنا راه رزق ولادنا كيطيح. باش قلنا نعطيو الرخصه والله ما نعطيوها له، لا كنسحبوها لنا رجال نعطيوها له خطره نخدموا بلا رخصه. لهذا كي غادي نديروا الخدمه؟ ها هي دابا الغاز والشوف فين وصل، المحروقات وغاديه وكتزاد. باش غنواكبوا هاد الامور هادي؟ غنواكبها انا بدرهم ونص. العداد دابا فاش شحال كتبيع؟ الشوطه غادي ب 20 فرنك ديالها على 100 متر، هذا ماشي الظلم غير في هاد المدينه الوحيده. ونتمنوا الله خير ان شاء الله. شكرا للجميع، بارك الله فيك. تحيه لكم وتحيه للجميع.